أهلا آنسة روكسانا، أولا أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. بالنسبة للقوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية، هذه مطالب دولية ومطالب محلية بإخراجهم. زيارة السفير هايكو ماس وتصريحها اليوم بإخراج القوات المرتزقة والقوات الأجنبية من الأرض الليبية، هو لم يحدد بعينه. يعني نحن نرى دولة ألمانيا بصفة عامة هي تأخذ دور المحايد مع طرفي الصراع في ليبيا وطرفي الصراع وأطراف الصراع الدولية، هي لم تقف مع هذا الطرف ضد ذاك الطرف. يعني الدولة، يعني أقول الدولة الوحيدة التي تقف على مسافة واحدة من الجميع، هو طالب بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من جميع الأطراف. هو حدد يعني بالذات، يعني قال بأن المرتزقة من المقاتلين السوريين نعم من بالضبط. مختلف طيب الأطراف. عدم انسياع نظام يعني هنا تركي رسالة أستاذ منير، يعني عدم يقول بها هايكو ماس، المرتزقة السوريين ليسوا موجودين مع طرف دون طرف آخر. يعني الأطراف المتقاتلة معهم مرتزقة من نعم السوريين. أستاذ منير، يعني عدم انصياع النظام التركي لجميع القرارات الدولية التي تقول أنه يجب إخراج القوات الأجنبية، وهنا نركز على المرتزقة السوريين بالضبط من ليبيا، لماذا هنا يعني، أو دعنا نقول أين ستحط اليوم هذه الأحداث أو ما يفعله النظام التركي اليوم مع ما سيحصل مستقبلا مع اقتراب أيضا الانتخابات الليبية العامة؟ هو التعنت التركي هذا بالضبط. يوازيه أيضا تعنت روسي في من ناحية المرتزقة والقوات الفاغنر الروسية. كلا الطرفين هذه، روسيا وتركيا، متعنتين في عدم الانسحاب من المشهد الليبي وسحب مرتزقتهم ومقاتليهم الأجانب. ولكن الاختلاف هنا، أين يقع الاختلاف؟ يقع الاختلاف بأن التدخل التركي أو القوات الأجنبية، القوات التركية جاءت بمعاهدة وباتفاقية، بينما المرتزقة الفاغنر والجنجاويد الموجودين في الطرف الآخر، هذه جاءت بإيش؟ بتدخل بدون أي معاهدات أو اتفاقيات. بالعكس، يعني روسيا لم تصرح وتعلن عن هذه القوات أنها تابعة لها إلا في المؤتمر الصحفي الأخير لوزير الخارجية لافروف، قال بأننا سنسحب القوات الروسية الموجودة على الأرض. وأيضا القوات التركية والمرتزقة السوريين والجنجاويد والفاغنر من جميع الجنسيات، نحن نطالب بانسحاب الجميع، اتركونا وشأننا. طيب هل يمكن أن يتحقق ذلك أستاذ منير قبيل الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم برأيك؟ والله يعني اللجنة العسكرية، لجنة 5+5، سارت في مسارات جيدة. يعني الآن نرى قوات مشتركة لتأمين منظومة المياه، نرى الآن في تبادل للأسرى. أعتقد بأن لو سارت على هذا النهج اللجنة العسكرية، لجنة 5+5، ستصل لبند إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأرض الليبية. كونها تكون قبل الانتخابات أو بعدها، هذه يعني لا نريد أن نربط موضوع الانتخابات بالمرتزقة والقوات الأجنبية. يعني إحنا مثلا في ليبيا، لو لم يخرج المرتزقة والقوات الأجنبية، هل نحجم عن الانتخابات ونتوقف إلى أن تخرج هذه القوات؟ هذه القوات، يعني زي ما تكلم الناطق باسم الخارجية الأمريكية في فترة سابقة، قال بأن لن تستطيع أي قوة أجنبية التأثير على الانتخابات، وهذا ضمان أمريكي للشعب الليبي بأن لن تستطيع، سواء كان من المرتزقة الفاغنر أو المرتزقة السوريين أو القوات التركية أو الجنجاويد أو أي قوة أجنبية موجودة على الأرض، أن تؤثر في الانتخابات. نعم واضح. بالعكس، يعني حتى
بالإضافة إلى نحن في ليبيا لا الآن الكل يتكلم عن القوات التركية، القوات التركية، هناك قوات إيطالية موجودة على الأرض، هناك قوات إنجليزية موجودة على الأرض، هناك يعني إحنا نريد خروج الجميع. نعم بالضبط، لا نريد أن يخرج هذا ويبقى ذاك. نعم، جميع المرتزقة والقوات الأجنبية. أشكرك ضيفي من الأرض مصراتة. شكرا لك ضيفي من مصراتة أستاذ منير الساعدي، ناشط سياسي ومدير مركز أكوبوس للدراسات السياسية والاستراتيجية.